البال. أيتها السيدة الفضلايات، أيها السادة الأفاضل، بداية نشكركم جزيل الشكر على تلبية الدعوة لحضور هذا اليوم الإعلامي حول التنمية المحلية بمسعد وأفاقها الذي حرصنا على تنظيمه وفاء منا بالالتزام الذي قطعناه على أنفسنا منذ تنصيبنا على رأس هذه الدائرة المجاهدة في أكتوبر 2010 في توطيد وتدعيم وشائج وأواصر التواصل والعمل سويا مع المواطنين وفعالية المجتمع المدني في إطار ديمقراطية تشاركية فعالة من أجل إقحام المواطن في بوتقة التنمية، وإيمانا منا أيضا بأنه لا يمكن أن نفكر أو نقرر مكان المواطن باعتباره المعنى الرئيسي بالعملية التنموية، كما يندرج هذا اللقاء في إطار المسعى الذي أرسله السيد والي الولاية والذي ما فتئ يذكر به والرامي إلى إشراك وتنوير الرأي العام المحلي بكل مستجدات التنمية المحلية، وكذا رسم الاقتراحات والأولويات بالتعاون مع المواطنين. فشكرا لكم على حضوركم، وبدون إطالة نتطرق إلى جدول الأعمال، والمتمثل أولا في تقديم المشاريع، ثانيا دراسة الاقتراحات، وستكون منهجية العمل كما يلي. بالنسبة للنقطة الأولى المتضمنة استعراض المشاريع، رايحين الإخوة المسؤولين عن كل قطاع يمروا هنايا ويقدموا لنا كل المشاريع التي يسهرون على تنفيذها. بالنسبة للاقتراحات، كان السيد رئيس البلدية مع البلدية والإطارات والآخر رسمونا كما يقول لك ملامح اقتراحات أولية سيتم التطرق لها. في باب الاقتراحات، المسعى تاع السيد الوالي يقول لك كل بلدية يكون عندها دفتر نتاع اقتراحات حسب الأولويات. كل مرة ننفذوا، كل مرة ننفذوا إلى أن ننتهوا من الأمور هذه. بالنسبة لسير المشاريع، ما يخفقوش بلي بلدية مسعد راهي تسير لي بي سي دي، مخططات البلدية التنمية، تسير الإف سي سي، تسير الترميمات المدرسية، وتسير الخدمة العمومية، ما مجموعه 142 عملية بحوالي 19.7 مليار. هذا بلا ما نذكروا البرنامج الجديد اللي فيه حوالي 20 عملية في إطار مخططات البلدية التنمية ب 17 مليار. وحرصت على الإشارة على هذه النقطة.